اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، لقائنا بيتجدد وبنجدد التحيه معاكم. وموضوع السمنه اللي دايما موجود معانا على راس قائمه موضوعات برنامج العياده، واللي بيكون تاثيرها اللي هي السمنه على الشخص مش بس بيكون في لبسه او شكله او في مظهره الخارجي، ولكن كمان بيكون ليها تاثير قوي على الحاله الصحيه، واحيانا بتكون باب لامراض كتير زي ما دايما بنقول في حلقاتنا وفقراتنا. كمان بيبقى ليها تأثير أيضا على الحالة النفسية والثقة بالنفس والاندماج مع الناس والتواصل معاهم. النهاردة مع ضيفنا الرائد الأول لجراحات السمنة والسكر في مصر وصاحب الخبرة الأكبر وأكثر من 20 سنة، واللي كان فعلا بيحتفل بمرور قريب يعني بمرور 20 سنة على بداية أول مركز أنشأه لجراحات السمنة والسكر في مصر، الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والتجميل بكلية طب عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، اللي منورني النهاردة في الاستوديو. أهلا بيك يا دكتور أهلا أحمد. بيك، ازيك؟ دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله وقبل 100 سنه. بدايه حضرتك قيم لي اقبال الناس على عمليات السمنه، شايف انه في ازدياد ولا مش شايف ده؟ وشايف هل الناس مهتمه بشكلها وبتخسيس وزنها ولا لا؟ هو اكيد لو احنا قارنا قناعه الناس على مدار اكتر من 25 سنه من اول ما جراحات السمنه بدات تظهر بقوه على الساحه بآخر 5 سنين فقط، هنلاقي إن آخر 5 سنين اتعمل فيهم أكتر من 10 أضعاف اللي اتعمل في 25 سنة اللي فاتوا. يعني كتطور للسمنة لعلاج السمنة كنسبة ولا عدد إقبال؟ حالات اتعملت. ده اللي بيترجم الجملة اللي حضرتك قلتيها، الإقبال الشديد على العمليات. والإقبال الشديد ده مش راجع للا شيء، لا ده راجع لأسباب قوية جدا. النجاحات اللي الناس شافتها في آخر فترة 5 سنوات، نسبة الأمان اللي وصلت لأعلى نسبها، وده راجع للتكنولوجيا الحديث في الأدوات اللي خلى المريض يبقى عارف إن هو بيعمل العملية زيها زي أي عملية وأبسط من أي عملية ومفيش فيها أي مشاكل. نسبة الراحة ما بعد العملية والتخلص من المضاعفات اللي كنا بنسمع عنها زمان، طالما الموضوع أصبح سهل ليه ما ناخدش التجربة؟ وده اللي عمل الطفرة الكبيرة في عالم جراحات السمنة في آخر 5 سنين. عظيم، حضرتك بتقول تطور الأدوات والآليات والتكنيكات، لو حضرتك تدينا لمحة إيه يعني أحدث حاجة دلوقتي وصلت ليها علاجات السمنة؟ يعني إحنا لو بنتكلم عن عنصر الأمان والراحة، ودي أهم حاجة، الأمان معناها ان المريض يبقى عارف انه مثلا لا قدر الله كان زمان يحصل حاجه اسمها تسريب في العمليات او نزيف ما بعد العمليات. لا، اللباسه الذكيه اللي بنتكلم عليها اليومين دول نسبه الامان فيها اصبحت 100% باذن الله، بمعنى ان ما فيش الكلام ده سواء في التكميم، في التحويل، في الساسي، ايا كانت العمليه. النقطه الاخرى ان الادوات دي بقت كمبيوترايزد، بقى لها سوفت وير، ما بقاش العقل البشري بس وخبرة الدكتور هو العنصر الوحيد. لا، بقى له باك اب بتكنولوجي يقيس سمك المعدة. في حاجات المريض وهو الدكتور وهو شغال بالمنظار ممكن ما يقدرش يعرفها، لو جزء في المعدة سميك عن جزء، لو جزء في المعدة فيه مثلا كيس دهني وتحت الأنسجة. هنا بقى دور تكنولوجيا الأدوات والدباسة الذكية للمفاجآت والمفارقات اللي ممكن تحصل، إن هي بقى اللي هتحس وهتظبط الستيبل لاين أو القفلة بتاعتها على المعدة قبل ما تشيل أو توصل أو تعمل أي إجراء، ومن هنا أصبح عنصر الخطأ أو الإيرور زيرو بإذن الله. النقطة الثانية إن الأدوات دي بتاخد كيرف معين، فأصبح رسمة المعدة كأننا بنرسمها بالورقة أو القلم، وده ما كانش بيتحقق في الجيل الأول من الأدوات. فكان العمليات مشهورة زمان بالقيء المتكرر ونقص البروتين ونقص الفيتامينز، دلوقتي لا، احنا اللي بيشتغل بالأدوات الحديثة، وخلينا نقول ان النتائج دي راجعة لتكنولوجيا الأدوات وخبرات الأطباء الحديثة. لكن لو احنا لسه هنرجع نشتغل بالأدوات القديمة، لو احنا لسه ما عندناش الأبديت بكل التفاصيل الجديدة، لا مش هيبقى عندنا المستوى العالي اللي قدرنا نحققه اليومين دول.
طيب وبالتالي يا دكتور للي بيخافوا من العمليات واللي بيرهبوا انه يروحوا يعملوا عمليه تقول لهم ايه عشان تطمنهم هنا؟ الامان بقى دلوقتي الحمد لله الامان رقم واحد، واصبح اجراء العمليه امن باذن الله بنسبه 100% بدون مضاعفات، والراحه ما بعد العمليه فاصبح ما فيش عذر ان الشخص يسيب نفسه، عنده سمنة بتأثر على صحته أو على حالته النفسية أو على لبسها أو على حياتها الاجتماعية مع زوجها مع كذا بدون داعي. بما أننا نتكلم عن آخر التطورات وحضرتك طبعا رائد النحت رباعي الأبعاد، هل النحت ده ممكن يستخدم كعلاج للسمنة أو يعني عملية تفقدنا وزننا ولا لا ده موضوع تاني؟ لا النحت مش عملية لفقدان الوزن لكن عملية لرسمة الجسم، لكن أكيد أنا لما بشيل كمية من الدهون بتفرق في الوزن، فهو لازم يبقى فيه بالانس أو توازن بين هو وزن المريض قد إيه، عايز يبقى إيه، المناطق اللي عايز يرسمها إيه، وبالتالي نقدر نمزج ما بين ده أو ده. طيب أعتقد إن إحنا معانا تقرير لإحدى الحالات، هنشوف التقرير قبل وبعد ونرجع نعلق مع حضراتكم ونكمل فقرتنا مع الأستاذ الدكتور أحمد السكي. أنا اسمي سلمى مهام، عندي 26 سنة، عاملة عملية تكميم معدة، وزني كان 114 كيلو، دلوقتي وزني بقى 60 كيلو. عايزة أحكي لكم حكايتي. أنا كنت زمان من وانا صغيرة جسمي مليان جدا، ولحد ما خلصت جامعتي جسمي كان برضو مليان، وصلت 114 كيلو، ده أكبر وزن أنا وصلت له. مشاكل كتيرة جدا قبل ما أخس، كانت مشاكل صحية، كان عندي دايما قلبي بيوجعني كتير جدا، وركبتي كانت على طول وجعاني، كنتش بقدر أمشي مسافات طويلة في الشارع، بقدرش أطلع سلم عالي، حسيت إن أنا بقيت زي الناس الكبار مش عايشة سني. كمان كان عندي مشاكل نفسية، ان انا كان لما بنزل الشارع لازم بلاقي تريقة من الناس فظيعة، واللي يقول لي حلم عائلي واللي يقول لي ايه ده كله يا مدام، الحاجات دي كلها فكنت بعاني منها. وما كنت بروح اشتري لبس كمان، الناس في المحلات كانوا بيستغربوا ان انا عايزة اشتري لبس لنفسي، يفضلوا يقولوا لي ده ليكي، لا مفيش مقاساتك عندنا. فدي حاجات كانت بتضايقني جدا. وانا جت فترة عليا كان لبسي كل شوية بيضيق عليا أكتر، كنت برمي لبسي خلاص، ما بقتش طايقة أن أنا أشوفه، ولا كنت عايزة أخرج ولا أي حاجة ولا حد يشوفني. العملية الحمد لله تمت كويسة جدا، أنا كنت قلقانة طبعا لأن هي عملية دقيقة جدا، ولكن كانت ثقتي في ربنا وفي الدكتور كبيرة. بعد كده قعدت يومين في المستشفى، خلال اليومين دول الدكتور كان بيتابعني. أنا فرحانة جدا الحمد لله ومبسوطة أن أنا وصلت له النهاردة. طبعا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل دكتور أحمد السبكي اللي وقف جنبي كتير جدا ودعمني نفسيا كتير جدا. وبتمنى لكل الناس ان هم ان شاء الله يغيروا حياتهم زي ما انا حياتي اتغيرت، ويروحوا ياخدوا الخطوة دي لان هي خطوة ايجابية جدا. ورجعنا مرة تانية للاستوديو والاستاذ الدكتور أحمد السبكي لسه معانا. يا دكتور مش هي يعني قبل غير بعد تماما، حتى في اللبس، حتى في طريقة الكلام، حتى في الضحكة. هو ده الفرق اللي الناس لازم تفهمه، هو الموضوع مش موضوع شكل فقط، لا ده هو الإحساس بالذات، المشاركة. سلمى مثلا كانش بترضى تصور، الصورة الوحيدة اللي ليها دي وهي داخلة المستشفى بشنطتها، خدي بال حضرتك ليه، كانت بتقول أنا ما بحبش أتصور، ما بحبش حد يشوفني. بعدها حاجة تانية خالص ولوك تاني، لدرجة انها بقت تشتغل في، هي من الأقصر، تشتغل في ريسبشن في كروز او حاجة زي كده في الأقصر. فهي لما جت قالت لي انا حياتي كلها اتغيرت. فهو احنا مش بنقول ان عملية تخسيس وبس، لا ده تغيير شامل في حياة الانسان وفي تطلعاته وفي طموحه وفي إحساسه بنفسه وإحساس الآخرين بيه، بفرصه في الحياة، حتى فرص العمل نفسها، يعني مش كبنت وفرص زواج وحاجات اجتماعية وسيدة بتحافظ على بيتها وكلام زي كده بس، لا ده في ناس فرص عملهم طبعا بتتأثر باللوك واللبس، لأن ده جزء مهم من حياة الإنسان. طب صحيح، حياته العملية، حياته الزوجية، حياته الأصدقاء، الأصحاب، ثقته بنفسه. لكن يا دكتور العملية اللي عملتها اسمها إيه يعني؟ تكميم معدة. تكميم. مثلا عاملة التكميم، والتكميم من العمليات السهلة البسيطة
اللي المريض بيعملها بأمان وبسهولة وما بيحتاجش بعد كده حتى متابعة ضرورية وما بتحتاجش فيتامينز، تاكل كل حاجة بس بتلاقي نفسها بتاكل كميات بسيطة وتشبع، وبالتالي هي بتبقى عايشة طبيعي خالص، ما عندهاش الحرمان زي الإنسان اللي بيعمل دايت بنقول له كل مش عارف معلقتين ايه، كل ربع رغيف، اقعد كمل اكلك بالطريقه الفلانيه، اشرب مش عارف ايه كتير، عشان لا، اللي عامل العمليه زي التكميم هو الاكل اللي بياكله على قد شبعه وقناعته، فهو ما عندوش احساس بالحرمان، صحيح، ما عندوش احساس ان جسمه هفتان وهبطان، لان هرمون الجوع بيقل، فالذبذبات اللي بتروح للمخ لو الانسان جعان وماكلش بتخليه هبطان ودايخ، ودي علامه تقول له روح كل، ده الشخص اللي بيعمل دايت. التكميم ما فيهوش كده، فرغم انه اكل قليل لكن هو عايش طبيعي وعنده طاقه اللي بتكفيه، ولا عنده حرمان ولا احساس بانه هو، طبعا حضرتك عارفه الدايت احيانا بيعمل اكتئاب. مش بنقول للناس ما يعملوش دايت، اكيد لازم يبقى فيه كنترول، بس لما يبقى الشخص تعب وشايف ان الحل ده ما بقاش حل مثالي له وهيبتدي ينهار، لا، خطوة العملية تبقى خطوة إيجابية وتريحه تمام. طب مين اللي تقول له يا دكتور تكميم، ومين اللي تقول له الكبسولة المبرمجة اللي احنا ذكرناها قبل كده؟ يعني هو في عوامل كتير وفي اختيارات كتير، وزن المريض ايه، عاداته الغذائية ايه، هي اصلا متعودة تعمل دايت، فالكيلو اللي هتنزله بأي اجراء هنعمله مش هيبقى سهل، ولا لا هي كانت بتاكل او هو بياكل كل حاجه وكميات، فمجرد ادويه خفيفه تسد الشهيه وتزود له الحرق ممكن تجيب نتيجه. هي بلان او خطه لازم تترسم مع الشخص او المريض حسب حالته، حسب استعداده، وحسب طموحه هو عايز يوصل لغايه فين. طيب هنروح نشوف فيديو تاني لحاله تانيه ونرجع نكمل برضو مع الاستاذ الدكتور احمد السكي. معكم بندر العمري من مكة من السعودية. بدأت حكايتي مع السمنة وأنا صغير، بدأت قبل 4 سنوات فكرة عملية التكميم، صرت أقرأ عنها في تويتر، قلت توكلنا على الله حنسوي العملية. المهم بعد ما صحيت من البنج قالت أنت ما عندك مشكلة التصاقات، فكيت لك التصاقات، قالت أنت ما عندك حجاب حاجز، والقولون أخذت مكان حجاب الحاجز. طيب هذا مشكلة، والمشكلة الثانية أمعاق الدقيقة ما تزيد عن 3 متر، ما نقدر نسوي لك عملية ميني باي باس. طبعا هذا زي ما يقولوا سدتها في وجهي. أحد المرضات قالت لي في دكتور اسمه أحمد السبكي، دكتور متخصص في العمليات هذه، خدت الرقم وحفظته عندي في الجوال، فتواصلت معه قلت له كذا كذا الموضوع، قال طيب تقدر تيجي تزورني على مصر، قلت أنا عندي زيارة، فأراد الله قبل 4-5 شهور وجيت عند الدكتور أحمد وسواها لي، والحمد لله أنا الحين لي 7 أيام الحمد لله الأمور طيبة، فسوى العملية وكانت التصاقات شديدة حسب ما قال لي الدكتور. في المستشفى أخذت 2 أو 3 أيام، طبعا هي يوم بعد العملية ولكن أنا مددت 2 لزيادة اطمئنان، إلى أن بعد شهر إن شاء الله زي ما قال لي الدكتور أقدر أكل اللي أبغى، بس إيش بكميات قليلة عشان المعدة ساعتها أقل. ورجعنا مرة تانية للاستوديو ومعنا لسه الدكتور أحمد السبكي. دكتور أحمد، الحالة اللي معنا مش مصرية وحاولت كذا مرة قبل كده في كذا دولة برة، بتشوف الحالات دي كتير يا دكتور في عيادة حضرتك أو مركز حضرتك، وبتتعامل معها إزاي إنه خاض كذا مرة تجربة فشلت يعني؟ والحقيقة إحنا بيجينا أصعب الحالات مش في الوطن العربي، في العالم كله، وحالات الإعادة والحالات اللي فيها صعوبة زي الحالة اللي حضرتك شفتيها، لأن جراحات السمنة زيها زي أي تخصص فيها درجات من الخبرة والبراكتس وشغل الحالات هو اللي بيخلي جراح يتميز عن جراح، وبيخلي الجراح عنده ثقة إن هو يعمل الحالات الصعبة. لكن إحنا ما بنقولش إن الجراحين اللي لم يجروا العملية ليه إن هم أخطأوا، بالعكس، الجراح لما يلاقي نفسه هو الحتة دي صعبة عليه، الأحسن له وللمريض أنه ينسحب من العملية ويقول له أنا ما قدرتش أعمل لك العملية للسبب الفلاني زي ما عملوا أيا كان، أفضل من أنه هو يغامر بالمريض. لكن الحمد لله على الأقل إدانا فرصة أن احنا نقدر نساعد المريض ونجري له العملية بطريقة سليمة ونحلله مشكلته، والحمد لله خس بعدها تماما وعاش حياته بمنتهى السعادة وعلى طول بيتواصل معنا. فأكيد
الخبرات والإعادة بتاعت العمليات أصعب وأكثر وتحتاج خبرة أكثر من العمليات البسيطة السهلة. صحيح طبعا، يعني احنا بنفخر طبعا ان احنا يبقى عندنا دكتور مصري بيلجأ لي كتير من المرضى من جميع انحاء العالم زي ما قال، مش بس من دول الخليج او الدول العربية ولكن من دول غربية. احنا بنشكرك يا دكتور، نورتنا في الاستوديو معانا ودايما على طول معانا دكتور استاذ الدكتور احمد سبكي، استاذ جراحات السمنة والتجميل كلية طب عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر. وبنشكركم كمان مشاهدينا، ودايما خليكم معانا في العيادة على قناة الحياة.